السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أشرح تقنيات كيف استعمال المصباح. إذا الله عليكم كنبداو. إذا عندنا المقسوم، المقسوم عليه، إذا كنمشي للمقسوم عليه هو الأول، كان فيه جوج أرقام، كنمشي للمقسوم من اليسار تناخد جوج أرقام، لماذا؟ لأن المقسوم عليه كيفرض عليا أنني ناخد جوج ديال الأرقام. من 71 كافية أن أشتغل بها، من 70 أقدر نشتغل بها لأن الرقم 50. نعم، هنا كنطرح السؤال تنقول ما هو الرقم؟ إلى رقم الرقم من 0 حتى 90، ما هو الرقم اللي غنضربو في التعديل؟ ما هو الرقم اللي غنضربو 50 وتعطيني إما 71 أو لو نقرب ل 71، ما خصنيش نفوتها. حيت هنا كيكون عندي عملية أخرى. إذا كاين واحد التقنية سهلة، من المقسوم عليه كنمشي نعاودو بزائد، نعاودو 50 زائد 50 تساوي 100 زائد 50 تساوي 150 زائد 50 تساوي 0.55 زائد 50 تساوي 0.252 زائد 50 0.315 إلى آخره. هذا إذا الكتابة تعني أن هنا عندي 50 مضروب في 1، هنا عندي 50 هنا 50 3، هنا 50 4، هنا 50 5، وهنا 50 في 6. مزيان، إلا غنجي نحكم دابا على 71، عندي 1 و 10 3 بحال ما كاينه 3، هنا عندي 71. شي حاجة دابا على هنا 71، لاحظوا معايا هذا كل وقت إلا جينا هنا غنلقاو 100، 100 تجاوز 71. إذا غناخد فقط 50 يعني في 1، يعني 1 في 0 1 في 50 50 50 50 50 هنا كندير عملية الطرح، 1 ناقص 0 1، 7 ناقص 5 2، 21 21 أصغر من 50. أقوم الآن بتنزيل الثلاثة 3 من المقسوم. إذا هنا عندي 213 اشتغل بها كاملتان. مزيان، إذا هنا بحال هاد الواحد هذا كنضربو ونخدم نقلب على رقم آخر أضربه في 50 وأحصل على 230 أو قريب من 230، وما خصنيش نفوتها. مزيان، غنمشي نقلب في الماليس اللي عندي، في السلسلة اللي عندي. اللي عندي 50 100 150 200، بديت كنقرب 213، إلا وسيت هنا عندي 250، ما عنديش حق نخدم بهذا، لأن 250 تجاوزنا 230، إذا فقط سآخذ 200، يعني 4 في 50، إذا سأكتب هنا 4 في 50 هي 200، 4 في 0 عيش هي إذا 200 ناقص 3 ناقص 0 3، 1 ناقص 0 1، 2 ناقص 2 0. إذا هنا الباقي 13، 13 أصغر من الناقص عليه، إذا يمكنني أن أقوم بإنهاء القسمة هنا.